الآن نأتي إلى طريقة رسم الشير فورس والبيندنج مومنت دايجرامز بطريقة المعادلات. لو فرضنا أنه عندنا هذا البيم اللي عليه حمل موزع اللي مكتوب W N per meter، يعني هذا حمل W، هذا قيمة 5، 10، 15 نيوتن إلى آخره لكل متر، يعني كل مترة مسلط عليها W نيوتن. طبعا اكو رياكشنز، هذا سمبل بيم R1 و R2، فاحنا حتى نحسب في اي مكان ناخذ سكشن، المكان اللي نريد نحسب بيه ايش قد شير فورس وبيندنج مومنت، لان هنا قضيتين نحسبهم. هذا مثل ما قلنا انه يبعد بمسافة x عن اليسار، بعدين نعلمكم اذا تريد تاخذ من اليمين، لكن هو الشائع والاسهل انه تاخذ السكشن من اليسار. فش تسوي بعد ان ترسم؟ اهمل الاشياء اللي موجوده على اليمين حاليا، ركز بس على الجزء اللي صاير على اليسار. فيصير عندنا بهالشكل، رسمنا المقطع بهذا السكشن. راح تكون عندنا قضيتين نحسبين، شير فورس في وبيندنج مومنت ام. في كل مقطع نقطع اكو شير فورس واكو بيندنج مومنت، هي محصله للقوى مثلا اللي جايتنا من اليسار. فش نقول؟ نقول الشير فورس الفي هذا على مقطع يبعد اكس هو يساوي ان مجموع القوى اللي صايره على اليسار. زين، هسه تخيل نفسك انت موجود هنا تريد تحسب، تنظر لليسار حتى تحسب الفي. القانون يقول الفي عند الاكس هو يساوي القوة على اليسار. ايش كم قوة موجودة عندنا على اليسار؟ عندنا R1 هذه وحدة قوة، وعندنا هذا الحمل الموزع. الحمل الموزع هو جاي يقول لك لكل متر اكو W، لكن هسه احنا ما نعرف ايش كم متر عندنا، عندنا X، فنضرب W في الاكس، يعني بعددها من الامتار. ايش قد تطلع هذه؟ نص متر، 4 امتار، 10 امتار. فحتى تحول الكونستريتد لود، عفوا الديستريبيوتد لود الى كونستريتد، تضرب هاي الحمل الموزع في المساحة والمسافة اللي جاي يتوزع عليها، ف W في الاكس. فش يصير عندنا قوتين؟ يعني هاي القوة للأعلى R1، وهذا القوة اتجاهها للأسفل. طبعا بالأسئلة، حتى إذا أجت أسئلة ما مأشرين اتجاهها للأسفل، هو الوزن ينزل للأسفل، التسليط مالته اتجاهها للأسفل، فصير ناقص R1 ناقصا W في الاكس. انت هذا بالنسبة للشير، محصلة القوة على اليسار. المومنت شو يساوي لنا؟ يساوي لنا محصلة العزوم على اليسار. منين نحسب المحصلة مال العزوم؟ هو كل قوة في ذراعها، فعندنا قوتين، إذا لازم عندنا عزمين على اليسار، اللي هو بالشكل التالي: مومنت at x يساوي لنا summation of moments to the left. فالقوة R1 ذراعها عن السكشن ايش قد؟ هاي المسافة x، فقلنا R1 في الx. ليش حسبناها موجب؟ لأنه تحفظ هاي القاعدة، لأنه ترفع الجسم للأعلى. نترك قضية عقرب الساعة وإلى آخره، ما هنا بهالتطبيق هذا بالشير فورس وبندنج مومنت، إذا كانت تحاول المومنت يرفع الجسم للأعلى نعتبره موجب. فR1 في الإكس قوة في ذراعها. زين، نجي للبن للديستريبيوتد لود، شلون نحسب العزم مالته؟ أولا هذا حمل موزع، لازم نحوله إلى قوة. شلون نحول الى قوه؟ قلنا نضرب الحمل الموزع في المسافه اللي منتشر بها بالنسبه لهذا النوع من الحمل اللي يكون على شكل مستطيل. الحمل الموزع وين يتمركز؟ يعني وين هسه اذا طلعنا W في X عرفناها صارت قوه واحده، وين نخليها؟ بالبدايه، بالمنتصف، الى اخره. تحفظ القاعده هذه، انه الحمل الموزع يحتسب بالشكل التالي: يضرب او تلقى المساحه مالته، وتخلي القوة في مركز هذه المساحة. يعني هسه هذا المساحة شلون شكلها؟ مستطيل. اذا الحمل الموزع W في الاكس راح يتمركز بالمنتصف، منتصف المستطيل. ايش قد قيمته هو اصلا؟ W في الاكس، هاي الفورس، هذه القوة فورس. بما انه خليناها بالمنتصف، فايش قد راح تكون هاي المسافة؟ هي كلها اكس. ايش قد كانت المسافة؟ هي اكس على 2، فالذراع مالتها دي هو اكس على 2، فلذلك العزم هو صار W في الاكس
اللي هي الاف في اكس على 2 فتصير دبليو اكس تربيع على 2. وهكذا الشغل مالتنا يصير لاي مكان اخر. زين الاشارات شلون ننتبه لها؟ نجي اذا كنا ناخذ السكشن المقاطع نبدي من اليسار، يعني نختارها تبعد عن اليسار، فالشير فورس يكون سالب اذا كان اتجاهها للاسفل، ويكون موجب اذا كان اتجاهها للاعلى. اما المومنت فاذا كان ينزل الجسم للاسفل نعتبره سالب داونورد، واذا كان اتجاهها للاعلى فنعتبره شنو؟ موجب. زين اكو طالب يقول انا اريد اخذ سكشن من اليمين، الاكس اريدها تبعد من اليمين مو تبعد من اليسار. نقول له القاعده كالتالي، الشير فورس راح تتغير، تصير اذا للاسفل موجب واذا للاعلى سالب. اما البيندنج مومنت دايجرام، العفو البيندنج مومنت، تبقى نفس القاعده، تشوف المومنت هل هو يحاول يرفع الجسم للاعلى يصير موجب ابورد، اذا يحاول ينزل الجسم للاسفل فهو يصير سالب. لذلك الافضل يعني حالات قليله تحتاج تروح انت تحسب من اليمين، الافضل انه تحسب من اليسار حتى ما تختلط عليك القواعد. صيغه السؤال اللي تجي عاده رايت شير اند مومنت، طبعا احنا رحنا للمثال قبل حتى نقدر نشرح لك خطوات الرسم. رايت شير اند مومنت ايكويشن فور ذا بيمز ان ذا فالوينج بروبلم. اذا اول فقره يريد تكتب له المعادلات. In each problem، طبعا هذا السؤال يعني استخدمته هنا لان انا راح انطيك بعد بس رقم المساله والشكل، ما يحتاج اعيدها، فلذلك قلت problem و problems. في كل مساله let x be the distance measured from left of left end of the beam. يقول لك هنا بهاي المسائل اختار الاكس، تبدي من اليسار، section من اليسار. طبعا اذا ما حددنا لك بالسؤال انت مخير تاخذ من اليمين او اليسار. بعد شي يريد also draw، اذا هذا المطلب الثاني، اول واحدة يريد معادلات والمطلب الثاني شي يريد؟ يريد ترسم draw shear and moment diagrams. يقول لك ارسمها، ارسم ال shear force and bending moment diagram. ثالثا specifying values، وعين القيم at all change of loading positions، عند كل نقاط او مواضع تغير اللود. طبعا هذه النقطة احنا راح نشرحها على الرسم افضل، شو يقصد بها change of loading positions، مناطق تغير الحمل. And at point of zero shear، وكذلك عند نقطة ال point of zero shear، هذا ايضا راح نركز عليها بالرسم حتى في وقتها ترسخ بالذهن. وقال لك neglect the mass of the beam in each problem، انه اهمل الوزن للبيم، لانه اذا دخلت الوزن معناها راح تعتبره كقوة وتضيف تعقيد للمسألة. هذا طبعا المثال اللي منطينا هنا هو مثال 403 في الكتاب المنهجي، هذا شكل البيم، موقع ماثلينو، ان شاء الله نسويكم مقطع انه شلون تدخل عليه اللي هو بشروحات الكتاب وبحلول الكتاب كاملة وشلون تقدر تستخدمه بإذن الله تعالى. فإذا تلاحظ هذا البيم هو نوع overhanging، ليش؟ لأن أكو جزء من البيم هو خارج المسند والثاني هو قابل للحركة، لذلك هو overhanging beam، مثل مثال الكرين اللي هو لحمل الأنابيب والأطوال موجودة عليه، أول مقطع 1 متر، المقطع الثاني 3 متر، والأخير 2 متر، يعني الطول كل 6. اكو قوة 30 للاسفل هنا، واكو قوة بنقطة سي 50 كيلو نيوتن، والمساند ايضا راح شو تسوي؟ انه راح تولد لنا قوة رياكشن R1 وR2، او تقدر تسميها الRB والRD. نكمل وياكم ان شاء الله بالسكشن الثاني.